صبحي حابب يضمن انه رح ياخد الاراضي، لهيك وقت اللي رح تستلموا عزيز رح نكون نحن بالطابو حتى تتنازلوا انتوا عن الاراضي وكل واحد يوصل له حقه. وبعدين صبحي حاطط بباله انتوا تستلموا عزيز وانا تصير هاي الاراضي باسمي، رح استنى شوي بالطابو وبعد ما تروحوا انتوا رح انقلهم لحتى يصيروا باسم صبحي بيك. الخطة منيحة، بس بالنسبة للنقطة الأخيرة أكيد أنت ما رح تنقلهم لاسم هالحقير اللي اسمه صبحي. شي أكيد، بس أنتو لازم تحموني منه بالطابو. لا تخاف، رح يكون معك جيش من الرجال. ما عم صدق، معقول هاي الأراضي كلها رح تصير باسمي؟ بس ما رح تطول. أنا بصراحة ما بيريحني أبداً إن الأراضي تصير باسمك، حتى إذا القصة ما راح تطول مثل ما عم تقول حضرتك. انسى. وينكم؟ معلم صرنا بشارع إيفان هلا. ماشي، أنا على الطريق، شوي بكون عندكم. اهلا وسهلا، قديش عبي؟ فللا لك. حاضر. ومسح لي البلور اذا بدك. بامرك. يلا يوسف تعال نلبس الجاكيت. يلا ماما. قليلي لو انا نروح انا وياكي. نحن لازم نروح حبيبتي، بدي اخذك مشوار كتير كتير حلو. يلا البس هاي. تمام يلا مسيك البوبو. يلا حبيبي. وانت جيبي امه كمان. ايه ماشي. معلم عمر، شيرين خانم صارت هون. شو عم تساوي هون؟ والله عم بنتظرك. عم تنتظريني؟ كنت ناوي اتصل فيك، بس لما شفت رجالك واقفين عرفت انك رح تجي لحالك فورا. شو رأيك نفوت لجوا؟ تفضلي. وهي كمان؟ يلا تعال، يلا، يلا يلا يلا. عود هون وحط هاد جنبك. هاي ليش ما عم تشتغل؟ لوين رايحة يا مريم؟ انتي ما فيك تروحي لمكانك. شيرين أنا آسف بس ما قدرت أعبر لك. أنا كل اللي بيهمني هو مصلحتي ومصلحة ابننا اللي بطني. تتجوزني؟ شو؟ انتي عم تحكي عن جد؟ ايه معقول امزح؟ انت بدك يانا نتجوز، انا موافقة. طبعا اذا ما كنت غيرت رأيك بالزواج مني. شو هالحكي؟ انا اذا تركتك بتكون بالنسبة لي نهاية حياتي شيرين. أنا بصراحة بس تفاجأت شوي لأنه بعد كل المشاكل اللي صارت ما كنت متوقع إنك ترجعي لي. شيرين لا تواخذيني، أنا عن جد متفاجئ.
أنا وياك حكينا بشغلات كتير واختلفنا كتير وما عاد ضل في شي نحكي فيه أبدا. ما قلت لي عجبك كلامي؟ يا الله شو بحبك. شفت انك كذبت علي، سيارة ما عم تشتغل. يا عمري انا ليش فيني خليك تروحي؟ مو على اساس انت رح تساعدني؟ الا الحق علي اللي صدقتك. مو مهم هلا. مريم بلا كل هالكلام الفاضي. خدي يوسف وفوتي لجوا. وما عاد في طلعة بنوب. طالما هيك خلينا نبلش فورا. ايه قد ما فيك استعجل بالموضوع. طيب انت اتصلي باهلك مشان نحدد العرس. لا عمر ما في داعي لكل هالشي لانه اليوم هو الموعد. شو اليوم؟ ايه انا فكرت قلت لحالي بما انك الاغا ما في ولا مشكله، صح كلامي؟ طيب انا بحلها ولا يهمني. انت وين بتحبي نسكن؟ جوا المدينه او برات؟ انت بس امري. ما في داعي لبيت جديد بنوب. شو قصدك؟ انا ما بفهم عليكي. رح نعيش ببيت العيلة. شو؟ أنت عم تحكي عن جد؟ إيه عمر، يعني أنا صرت حامل وما عاد فيني أتعب، مو فاضي لأمور النقل وهي الشغلات. ريحتيني، عن جد، عن جد ريحتيني. معناها أنا بشوف إنه انتظارنا ماله أي معنى، هي هويتي، بالحالي في شي تاني ناقصك؟ لا، يعني عمر أصلاً باش رح يتجوز، مرة تانية. البنت اللي بحبها من كل قلبه. صح. يلا. الو. انت شفتي الصورة لهيك قررت تذهبي. يا غوصر الله يلعنك. اهدي اهدي. انت لازم تفهمي انه مالك غيري بهالدنيا وما بدك تنسي انك عايشة انت ويوسف عندي بالبيت. اذا حاولت تقرب على ابني والله بموتك، فهمان؟ اذا قعدتي عقلي تأكدي ما رح سوي كل شيء. من زمان وانا عم بحلم بهاليوم، عم بحلم نصير عيلة واحدة، هذا كان حلمي. بس انا عرفان انه انت ما بدك هالشيء. انا ما سويت لك شيء، كيف صدقتك؟ انا ما بعرف، انا الحق علي، انا جد بجد بجد ما هداك المخدر انا اللي اعطيتك اياه مشان العيله تاخذ يوسف منك. انا كنت بعرف انك رح تجي لعندي فورا ورح تترجيني حتى اجيب لك ابنك، واللي بدي اياه صار. حتى لو كنا رح نترك البلد ونسافر سوا، الجوازات هلا صارت جاهزه وانا مالي شايف انه في مشكله اذا تركنا البلد وسافرنا. لا انت اكيد جنن، انت صاير لعقلك شيء؟ انت عن جد مجنون رسمي. كانت كنيتنا وحده بجوازات السفر اللي ما قدرنا ناخذها معنا، وكمان سويت يوسف ابني، وانت هلا صرت. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ لا انا لسه ما جنيت، انه نكون سوا هذا هو المهم. وانا ما رح اكون الك حتى لو متت، عم تفهم؟ ماشي رح نشوف. بدي اهرب من هون انا وياك يا حلوه. انا ويوسف. انا ما رح اروح معك لاي مكان يا واطي. رح اخذك معي غصب عنك. او اذا بدك لا تروحي، بروح انا ويوسف لحالنا. لوين رايحه وليه؟ طالع لعند ابني. وانا جاي معك، بدي اخذ التليفون اللي اعطيتك اياه. هاتي لشو؟ خد خد. اهدي شوي حبيبتي، شو صار لك؟ اهدي شوي، يعني الشغله مو مستاهله. مزبوط. Thank you.
لما قلت لهم انه عزيز صار بين ايدينا فرحوا كتير. ايه شو عليه، خليهم يفرحوا. استغربوا كتير اللي صار وحاولوا يفهموا مني كيف لقينا لهالرجال، بس انا قلت لهم ما بعرف. صحيح صبحي، كيف لقيتوا العزيز؟ رجالي قلبوا الدنيا عليه لحتى قدروا يجيبوا لي خبر عنه. شوف يا حسن، حتى لو صار جني مستحيل عزيز يقدر يهرب مني ومن رجالي. منيح كتير. أنا شايف إنه إذا استعجلنا بيكون أحسن للكل. منعطيهم عزيز وساعتها الأراضي بتصير لنا. طول بالك، ما بدي استعجل وأخسر كل شيء يا حسن. لازم نضبطه منيح لمدير الطابق. أول ما بتصير الأراضي باسمك رح تنقل لي إياهم فورا. أكيد. وهلأ شو بدنا نعمل؟ أهم شيء هلأ أني أتأكد منيح من المكان اللي قاعد فيه عزيز، ويوم التنين مجرد ما تفتح دائرة الطابو رح نتبادل نحن وياهن ونخلص. منيح حسان، در لي بالك منيح ما ياخدوا عيلة أصلان باش أي خبر عني. ليش أنا بسترجي صبحي بيك؟ خال بدي صير أنا. خال بدي صير أنا. خال بدي صير لك رح تصير خال. شيرين هي اللي قالت بدي يصير عندي بنت أخته صغيرة. بوبو صغير، بوبو صغير، وعمر كمان رح يصير صغيرك، لا تنسى هالشي. بوبو صغير إيه، وأنا كمان بحبه لعمر كثير. مزبوط، بس أحيانا بجن. إيه حتى لو كان هيك، كمان إنه شيرين هي بتحبه لعمر. يعني أنت مالك زعلان منه؟ خلصتي؟ لا ما بيصير تقشريها هيك للتفاحة، حرام روحتي نصها، أنا بقشرها. هيك بيعملوها. أستاذ علي حدا في على ارتفاع الحرارة شو شاب؟ أنا ما بحب هيك. أنا لا بس بس رح شوفه. إيه راح نص عمرك. قرب شوي ليش لك هيك؟ استاذ انت على الضغط. ما كنت منتبه. شكرا، انا بصراحة مبسوط كثير معك. احنا كمان شكرا. عفوا انسة ليلى، بس إذا في مجال بدي ملاحظات المحاضرة. اي تكرم. امبارح كنت مرضان وما قدرت اجي، وماني حابب تروح علي المحاضرة. طيب. شكرا. عفوا. على فكرة الأستاذ علي شاب كثير محترم. اي والله معك حق. كيفه الحلو؟ لوين بتحبي وصلك؟ لأنه صار لازم أمشي وتأخرت على الشغل. أنا بدي أسألك إذا كانوا ملاحظين علينا. مين؟ يعني الطلاب اللي هون بالجامعة. والله إذا ما كانوا منتبهين بيكونوا أكيد عميان. كل اللي بيشوفونا بيعرفوا إنه منحب بعض كتير. طيب لو ما كانوا بيعرفوا إنه منحب بعض شو كانوا قالوا عنا؟ شوفي ليلى، أنا كنت كتير خايف إني يفتح معك هالموضوع. اللي كيف كانت سهرة مبارح؟ يعني انت حابة تكملي بنفس الطريقة؟ انا قلت لك ما عندي اي مشكلة بنوم، يعني مثلا مثل ليلة مبارح اكيد كنت مبسوط. فهمت، انت عنيدة كتير. الا اذا كنت زعلان وما حبيت هيك سهرات. السهرة كانت حلوة وبتجنن وانبسطت فيها اكتر مما بتتخيل. طيب معناها منيح هذا اللي بدي اياه. هالشي بيريحك؟
يعني بفهم منك انه هذا يلي بتتمنيه؟ ايه ايه صحيح. اليوم انا ما رح اقدر اطلع معك، في عندي دراسة. مثل ما بدك. هاي بروح فيها وهي رجع فيها. شو فهمت عليكي؟ في شيء اكله؟ لا يوسف، سبيني لفوق حتى اجي طعميك. يلا ماما. ليش بدك اياه يطلع لفوق؟ نقعد هون وبناكل سوا. تعال عندي. هوبا. اشرب لشوف. ما بتشرب؟ لا. ها؟ يلا ابني يلا. تعال حبيبي، اطلع لفوق وليكني جاي وراك فورا. يلا يلا يا عمري اطلع. اوعك تقول له ابني مرة تانية، هو عنده اب. وينه؟ أنا مالي شايفه بنوب. نحن صرنا عائلة مو هيك؟ والمفروض يقول لي بابا. شوي شوي بتتعودي. كان لازم تلعب هاي، شايف؟ عمو علي ما بصير، مو على اساس ما بدك تحكي. حبيبي كينان انا ما حكيت غير مشانك. اهلين، شو بده الحلو مني؟ شو رايك نطلع لشي محل؟ شو غيرتي رايك يعني؟ يعني ما بدك نلتقي؟ يلا العبي. اللي في حدا جنبك؟ ايه هي ما بدي اعرف. ما شاء الله عليك معبي وقتك تمام ومو فاضيلي. منيح اللي طلع عندك رفيقة. ايه رفيقتي عندي مزبوط. هي بتعرف انك بتحبني مزبوط؟ ايه طبعا بتعرف. ومع هيك عم تجي لعندك، شي حلو. شوفي انا لا لا انا منيحة، انا ما بيهمني هيك شي وابدا مالي زعلانة. انتو وين قاعدين؟ بغرفتي. ايه كتير منيح. شو هو المنيح ليلى؟ خلص علي انا بكرة بشوفك ومنحكي. ايه خلص ماشي. يا علي، لعبت انت بتضل تتحمل جنانه لهالبنت. كيش ملك؟ شفتي شلون؟ مرحبا يا جماعة. أهلين. أهلين حياتي. كيفكم؟ بنت الأمورة كيف الجامعة معك تمام؟ يعني بابا كيف بدها تكون؟ عم بتعب كتير من الجامعة، من كتر المحاضرات اللي عندي والله ما عاد تجمعت. شباب هالأيام ما عاد يعجبهم شيء. يا حرام، من الصبح للمساء ما عم يرتاحوا من المحاضرات. برأيي يا عمي مع حق تدلل شوي. بابا ديري بالك، بكره لما بتبلش الحياة العملية ما حدا رح يتحملني. لهيك انا هلا عم بستثمر كل حقوقي. اليوم انا جوعان كتير. خديجة اليوم ساوت لنا اكل ومن ريحته مبين طيب كتير. هلا بناكل. عمر وينه؟ ما بنعرف، بس ان شاء الله ما يتأخر على الاكل. ان شاء الله. صار لنا زمان ما قعدنا وكلنا سوا من هالمشاكل اللي عم تصير معنا، اشتقنا لهاللمة الحلوة. شوفي أهل البيت لهلا ما بيعرفوا، وأكيد الخبر رح يفاجئهم كثير. يعني أنت خايف من ردة فعلهم؟ طبعاً لا، أنا ما بخاف من هيك موضوع، بس أنا حبيت أتأكد إذا أنت فعلاً حابة تجي لهون. طبعاً أكيد حابة. شيرين، إذا ما بدك فوراً منروح لمكان تاني أنا وياكي، أنت بس قولي. شيرين، أنا كل اللي بيهمني إني أشوفك مبسوطة، أنت عيوني اللي بشوف فيها. شو قلتي؟ خلص. ليكي، بما انك قبلتي تعيشي هون ببيت المزرعة هذا له اعتبار كتير كبير عندي وما رح انساه بحياتي، لأنه ابني رح يولد هون بنفس مكان ولادتي ورح يعيش حياته محل ما أنا عشت حياتي، وهذا الشي بيريحني لأني رح شوف ابني عم يكبر هون. عن جد شكرا كتير لك شيرين، يعني رح يربى بين أهله وأقل شي بقدر أعمله قلك شكرا. يا
يلا جاهزي شو نفوت؟ ايه استنوا شوي، وصل عمر هلا بناكل سوا. اه كثير منيح، لكن بنستنى شوي. صحيح، هزار اجليهم شوي لبعدين. امرك يا خانم. اوف اوف اوف. والله حماته بتحبه ما بيجي غير وقت نحط الأكل. مساء الخير. مساء الخير، صحة وعافية. أهلا وسهلا حبيبتي. شكرا كثير. أهلا وسهلا، يلا عدوا كنا رح نبلش بالأكل. تفضل. يلا يا أولاد عدوا. شيرين شو ما سافرتي على أستراليا لهلا؟ بصراحة شفتك هون بالبيت فاجأتنا كثير. أنا كنت مسافرة بس باللحظة الأخيرة غيرت رأيي وقررت ضل هون. يعني أنا ما سافرت. طيب إمتى عم تفكري تسافري؟ حنان هي ما رح تسافر، في شي كتير مهم ونحن حابين نقولكم يا هلا. أنا وشيرين رجعنا تجوزنا. صح خليل. صح خليل. صح خليل. شو صار لك؟ شرب مي. شرب. ما صار شي. لا تأخذونا يمكن فاجأكم الخبر، بس حتى نحن ما بنعرف كيف صار هيك. يعني الشغلة كلها صارت فجأة وما حسينا فيها. مزبوط، كل شيء صار بسرعة ولهيك نحن ما قدرنا نخبركم. لا تأخذونا. انتوا يا جماعة لا تواخذونا لأنه تفاجأنا بهالخبر الحلو، بس على الأقل خلونا نبارك لكم. عمر ألف مبروك. شكرا. ألف مبروك شيرين. الله يبارك فيك. الله يوفقكم يا بنتي. خبر كتير حلو. شكرا عمتي. مبروك يا أبي. مبروك. الله يبارك فيك. صراحة يا جماعة الواحد ما بيتوقع شو ممكن تعملوا. كيفك يا حلو؟ إن شاء الله ألف مبروك. تسلمي جيهان. عم قلكم شيرين يلي فوق شو عم كذب عليكم شو يعني؟ شو بتحكي مشان الله لا تسرعي راسنا بهالحكي الفاضي هاد. انت اللي قلت لنا انك ودعت شيرين قبل ما تسافر. يا ربي ليش ما عم تصدقوا؟ يا جماعة انا شفتها هي وعمر بيك فوق قاعدة. انت متأكد انك شفت شيرين ولا حضرتك عم تشبه علي يا استاذ زكي؟ العمى العمى على هالقصة. شو هالحكي هذا؟ رجعوا تجوزوا. شو؟ شو؟ هزار مين يتجوز؟ شو عم تقولي؟ شو عم تحكي هزار؟ انت رجعنا ورا شوي. شو عم تقولي؟ هل تزوجوا كمان؟ خلص زكي اتركي النفاق. مين تزوج مين؟ مريم مريم شو صاير لك هلا بيفي الولد؟ حابب احكي معك شوي. خير شو بدك؟ عادي بدي احكي معك. دخيلك تصبرني. اذا ما بدك بطلع بحكي مع يوسف. لا تجبريني على هالشي. مو هنيك هون جنبي. بدك ياني اطلع لعنده؟ اه بس اوعك تلبسني. اوعك. لسه معي وقت. هنيك بعد ما نسافر على المانيا رح اعوض كل لحظه فاتتني يا حلوه. بعدين انا كل ما بستنى اكثر عم بشتهيك. بعد يا وصخ. ماني فاهمان ليش عم تعامليني بهالقساوة. نحن عايشين مثل العرسان. بألمانيا رح نساوي عرس كبير، ها؟ ورح لبسك الفستان الأبيض، ها؟
وبعد هيك فورا رح ادخل. لا الظاهر انت سكران على الاخر. ايه سكران مظبوط، سكران على الاخر. انا طالعه نام. ايه روحي وقبل ما تنامي فكري فيني، واذا شفتيني بمنامك بيكون كتير منيح. وانا جاي نام جنبك على التخت. شوفي يا ها حبيبتي مريم، وين رايحة وتاركتيني ها؟ بالحقيقة أنا كتير مقهورة على وضع يوسف ومريم. عمر وخليل وعلي مهتمين بهذا الموضوع، لا تاكلي هم. كل واحد منا عم يعمل اللي عليه وأكثر بخصوص الموضوع، وعن قريب كتير رح يصيروا بيناتنا. حاليا صار بين ايدينا اثباتات وعرفنا مين كان ورا هاللعبه كلها. ايه شو ما قلتوا لنا مو حابين نساوي عرس؟ لا حبيبتي، بس ممكن نعمل حفله صغيره هون بيناتنا. صحي ليش ما بنساويها هلا؟ ايه معناها بصحه العريس عمر. استنوا شوي ما بقدر اشرب لاني حامل. بالله حامل؟ انت حامل؟ ايه مبروك. المفاجاه اللي كنا نحن مخبينها، أنا وشيرين رح يصير عنا ولد عن قريب. يا أخي طولوا بالكم علينا شوي، والله رح يجننونا. مبروك. الله يبارك فيك. سمعنا خبر حلو. هذا تاني خبر حلو اليوم. طول بالك. إن شاء الله ألف مبروك. هيك ها. أنا ما عم صدق ابنه صراحة، ولا أنا كمان مصدق. بس يمكن هدول أحلى خبرين سمعتوهم، مو هيك؟ خدي حبيبتي هذا لك. شكرا حبيبي. أنا آسف، حاسس حالي تعبان شوي. عمر عم استناك بالمشغل. حياتي إذا بدك روح لعند خليل، أنا واثقة إنه في شي مهم بده يحكي لك إياه. يعني رح أقعد شوي هون وبعدين بروح على الغرفة. صحة وعوافي. على قلبك. على قلبك. ايه خليل فيك تقلي شو في؟ حضرتك لازم تقول. انا حكيت كل شي كنت حابب اقوله، اذا بتحب عدلك يا. يعني عمر في شي غريب، هذا الزواج وهذا الولد. ايه وشو يعني؟ انا مالي حابب تنجرح مره تانية، وهذا بيهمني. ان شاء الله هالقرار ما يجيب لك مشاكل. اسمعني، انا رح يصير عندي ولد، وكمان من المره اللي بحبها. انا فكرت كثير منيح خليل، وبعدين ليش لانجرح؟ عمر فيك تجاوبني على هالسؤال لو سمحت؟ لو ما كانت شيرين حامل، كانت هي رح ترضى تتزوجك من جديد؟ عمر؟ نعم عمتي. ممكن تتركنا لحالنا؟ خليل، أنا فهمانتك منيح، أنت بالنهاية عم تحمي أخوك، بس كمان فهمان يا عمر، الكل بيعرف قديش عمر بيحب شيرين. عمتي أنت بتعرفيها منيح، هي السبب بتعاسة عمر مزبوط؟ أنا ما بتوقع يعيشوا مثل كل العالم مرتاحين شو ما عملوا. إن شاء الله هالمرة بيرتاحوا مع بعض. مريم يمكن يكون سكران، بس عزيز مو غبي.
أنا قلت لك من قبل إنه ما في طلعة برات البيت. لازم تصير تصدقي كلامي بقى. مرحبا. أهلين. لحظة شوي، شو عم تساوي؟ أنا جاي بوس مرتي. عمر، أنا ماني مرتك. والله انت شو عم تقولي؟ اللي سمعته، انا ما بحبك واضطريت اتجوزك غصب عني، عم تفهم؟ لا تكون مفكر اني مرتك عن جد. وهلا شو لزوم هالحكي هاد؟ انت حامل وهذا الولد اللي ببطنك بيكون ابني. صح، ابنك. وانت اكيد ابوه للولد، بس مو اكثر من هيك. وانا عم اقول لك من هلا لا تتوقع مني شيء ثاني. مشكله يا عمر انه هذا الولد ما غير مشاعري تجاهك ابدا. طالما هيك انت ليش تجوزتيني؟ انا تجوزتك مشان ابني، ما عاد بدي اهرب منك. كل ما بقول لحالي خلص انتهيت منك، كل ما بقول انتهى كل شيء، بكتشف اني كنت غلطان كثير. انت ما تركت لي خيار ثاني، صار اللي بدك اياه مو هيك؟ لا، ما بدي اي شيء من اللي حكيتي. المفروض انه كل الناس يلي برا ما يعرفوا شيء ابدا، بيكون احسن بكثير. شو هلا تذكرت؟ ايه برافو عليك. الناس يلي رح تشوفنا لازم تفكرنا مبسوطين كتير، بالاصل نحن تزوجنا بس كرمال هاد الولد. بلا هالحكي الفاضي شيرين، بترجاكي تطلعي من الماضي. هذا مو كلامي انا، انت اللي قلت. شيرين خانم؟ قالوا منك اجيتي، بس بصراحة أنا ما صدقت بالمرة. يا الله شو اشتقت لك. أنا رايحة أعطي الدواء لسفر أغا، بتحبي تيجي تشوفيه معي؟ لا الله يخليكي، ماني حابة تعبه معي. يلا روحي أعطي الدواء بعدين بشوفك.
طيب أنا رح أستناكي تحت. تمام. صباح الخير. صباح النور حبيبتي. إذا بدك بنروح نفطر بشي مكان. بلكي هيك بترتاحي وبتغيري جو شوي. ولا عندك شي رأي تاني؟ شكرا، لسه ما جعت. عمر، في شي مهم لازم أحكي معك. مريم اتصلت فيني. أنت شو قلتي؟ اتصلت. إمتى؟ من فترة مطولة، بأول يوم اختفت فيه. اتصلت ورقمها طلع عندي، ودينا عم تشوف صاحب الرقم هلا، بس بجوز هالشي ياخد وقت طويل. طب ليش ما قلتيلي؟ هي عم قلك هلا. معك الرقم اللي اتصلت منه؟ ما في رقم، بس في عندي التوقيت وتاريخ الاتصال. كل شي عم يتحسن. شيرين خانم رجعت ونحن كمان رجعنا. شفتي يا هزور، الحمد لله رجعنا مثل الأيام الماضية. ايه، والأحلى من هيك إنه في ببو جاي على الطريق. وهلأ عمر بيك يكون مبسوط وفرحان. الكل بيعرف إنه شيرين خانم سافرت، ولما شفتها عند الباب اجتني الجمدة وما عندي عرفت شو بدي أحكي. وبيك اللي جايته الجمدة. شو صايلكم من عند الصبح؟ إن شاء الله عطول تضلكم مبسوطين. كنا عم نحكي عن زكي لما شاف شيرين خانم. أنا زعلان، زعلان كتير على يوسف ومريم. لو كانوا هون كانت كملت فرحتنا. استنوا شوي، أنا قلبي عم يقلي إنهم ما رح يطولوا ورح يرجعوا بصحة وعافية. الله يسمع منك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب دخيلك تفرجها. البس الجاكيت. برافو، برافو عليك. شوفي لوين أخده. رايح أنا ويوسف مشوار صغير. يلا ركض على السيارة، ركض. بس أنا ما رح أخليك تاخده. لازم تفهمي إنه بهالبيت كلمتي اللي بدها تمشي. عم قول بدي أخده معي يعني بدي أخده معي. لا ما فيك تاخده. اللي أنت خايف إنه نهرب بغيابك؟ كيف عرفتي؟ كل هذا اللي عم بعمله مشان أحميكي. بتعرفي أنت غالي علي كتير. ليك إذا بصير له أي شيء لابني، والله العظيم أنا. أنت ارتاحي، ما رح يصير له شيء. هدي أعصابك شوي. عادي عقلي ولا تساوي شيء عزيزي. لا مش حقير. ايه فهمت عليك. نعم. لا نحن ما بنعرف لهلا اذا خط ثابت ولا جوال. طيب منيح، عم بستنى اخبار حلوه. ماشي ماشي الحال. هلا رح يشوفوا كل الاتصالات الجايه لشيرين ويعرفوا الرقم، ولما هن رح يعرفوا الرقم اكيد رح يعرفوا مصدره، يعني من اي منطقه اجاها الاتصال. واكيد عزيز رح يكون هنا. بوعدك بس لاقيه اني رح اذبح وزدته للكلاب هالمره. وعدني.